حالك علي كبر لا تشبع. الممثل طلال الجردي البرايم السابع اليوم، وبقول لك ألف مبروك أنك وصلت لهيدا البرايم. بس اليوم عم نودع سنة ونستقبل سنة، إذا بدي أطلب منك تختار شخص وتوصل له رسالة لل 2018، مين الشخص وشو الرسالة؟ ما لحسن من الشخص إذا بتسمح لي. في شخص في زعل أنا وياه من شي 3-4 سنين، بدي أقول أنه بال 2018 تقريباً هيك صرت متصالح مع نفسي بالموضوع اللي صار، وبحس أنه لازم بال 2018 يصير في مثل تصالح، فخليها تكون سنة المصالحة إذا شيء مع شخص معين كان كثير عزيز على قلبي. رح أقول مش رومانسي، أقول عني أناني، أقول مش رومانسي، فيش رأيك فيي، أنا بعرف إنك مقهورة.